مساء الخير. مساء الخير. خير ان شاء الله. مساء الخير. حضرتك رأفت باشا رستم ولا انا غلطان يا فندم؟ ايوه هو رأفت باشا رستم شخصيا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. كراسي يا منصور. كراسي يا منصور. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كراسي يا منصور. كراسي. يا عطيه. ده الظابط الصغير لسه اخضر. مش هيعرف يتصرف. اهلا اهلا بالبشوات. شرفتونا والله. بس اتفضلوا اتفضلوا. اهلا بحضرتك. اهلا اهلا. اشربوا ايه الاول بقى يا فندم؟ فين ظابط المباحث يا ابني؟ الحقيقه هو اجازه والبين معاون في المستشفى مع مراته اصلها بتولد. حضرتك زي ما بتطلع في التلفزيون بالظبط يا فندم. طب والمأمور؟ الباشا المأمور في البيت غادر للاسم الساعه 1:30. طب اتصل بيه، انت اكيد معاك نمر تليفوناته. قول له رأفت باشا رستم. ايوه تقول مين؟ متاكد ان هو لا تشابه اسماء. قال لك اطلب لي المأمور في البيت. في يا طارق؟ ايه عنده مشكله ولا حاجه؟ في ايه يا طارق؟ ماما. ايوه متاكد ان هو رأفت رستم ولا مش هو؟ في ايه يا طارق؟ هتكلمه. انا اسف جدا ان صحيتك من النوم. انا ليه طلب عند حضرتك اكيد هتستغرب منه. حاجه لها علاقه ببحث بعمله، يعني المساله لها بعد قومي وما اقدرش اقول في التليفون. انا محتاج حته حشيش. لا مش كبيره، صغيره، حاجه تكفي 5 سجاير. لا لا لا، تحت امر سيادتك. طب ايه رأي حضرتك في باكيتة بانجو؟ ينفع؟ بانجو؟ لا. طب لوكة افيون كده افغاني جديد بيعمل دماغ حلو قوي. افيون؟ حشيش. حشيش. طب اطلب من حضرتك طلب بس تديني الظابط اللي عندك علشان يوضب لك المسائل. تامر اسمع اللي بقول لك عليه ونفذه بالحرف الواحد، ولو ما نفذتش هتتقدم لمحاكمه عسكريه. الراجل الحشاش اللي عندك ده ترميه في التخشيبه لغايه ما اجيلك بكره الصبح. يقول لك رأفت رستم، رأفت الهجان، نفذ اللي بقول لك عليه. حضرتك متاكد انك رأفت رستم؟ انا عارف انك هو، لكن هو مش عارف انك هو. طب ما حضرتك بطاقه. يا ابني انت بتقول ايه؟ وش الباشا بطاقه؟ وبعدين مين ما يعرفش سعادته؟ المأمور، وانا عبد المأمور. الباشا بتاعني امرني ان انا احط معاليك في التخشيبه انت جننت يا ابني ولا ايه؟ عايز تحط الباشا في التخشيبه؟ جننت بقى لما اتجننتش الامر لصاحب الامر. وبعد كده انا برضه هدخل حضرتك التخشيبه معزز مكرم. قوم يا باشا قوم. مأمور غريب، ده شخص غير طبيعي. بطلب منه حته حشيش عشان يعملها 5 سجاير، عاوز يحطني في الحجز مع المجرمين. امال لو كنت طلبت منه ايه كان عامل ايه؟ كان يشلوني؟ طب لو زي شكلين. حاضر. اهم حاجه حاجه. مش فاهم يا فندم، وزير الداخليه قافل تليفونه ازاي؟ ده وزير الزراعه بيفتح تليفونه. ده كابوس، كابوس جديد جاي وانا صاحي يا عطيه. ارجوك يا فندم اتفضل معايا، حضرتك ما تقدرنيش بالاذيه. كابوس يا عطيه. حضره الملازم هات المامور على التليفون من فضلك. ما اقدرش، ده ليله ايه السودا دي؟ معالي الوزير انا ماليش سبب، ارجوك اتفضل معايا. طيب تعرف حضرتك، تعرف ده انا كنت طلبت مين حته حشيش من الاول؟ انا كنت جبتها لك وما كانش كل ده حصل. ولا ايه يا عطيه؟ صدقوني. امال الكابوس يسيبني ويروح فين؟ ولا ايه يا عطيه؟ ميرسي يا فندم، ميرسي يا فندم. حاضر حاضر. اتفضل يا باشا. انت مش قوم يا ولد، انت وقال من هنا. امشي قوم من هنا. اياك حد منكم يقرب ناحيه البهوات. لما هم بهوات ايه اللي دخلهم هنا؟ افرز يا كلب يا جزمه. اتفضل يا فندم. كراسي يا منصور، كراسي. نور يا فندم، نور. حضرتك لا من فضلك يا ابني، انا طول عمري مع الباشا. المأمور بتاعك ده هيشوف يروح يدور على شغلانه تانيه. طيب شاي، قهوه، كازوزه، ميه معدنيه، انا تحت امرك. شاكرين قوي. يعني ساعات قليله والشده تسوق. شكرا. عاد اسمع عليك يا فندم. مساء الخير. مساء النور يا باشا. تصبح على خير يا فندم. تصبح على خير يا فندم. اهلا يا عطيه. اهلا.
انتباه! عربية مين دي يا عسكري؟ سيادتك عربية الناس المحجوزين في التخشيبة يا فندم. هو يوم باين من أوله. صباح الخير يا باشا. الله عارف كراسي في التخشيبة. حضرتك هتعذرني لما نتأكد. ده طلع هو يا فندم. انا حاولت افهم حضرتك ليله امبارح. ربي اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. طلع اولاد الكلب دول بره. اطلع يا رمه. باشا باشا ده حضرتك ايه؟ هات هنا يا ابني. هات هنا هات هنا. يلا 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 بابا يلا. اصلها حاجه بالعقل كده يا فندم. مش ممكن ابدا يكون سعادتك سعادتك. على الاقل لازم يكون في حرس او كانوا بيضوا الاسم. واضح ان حضرتك مش عايز تسمعني. يبقى لله الامر من قبل ومن بعد. تعقيد؟ انت لازم تبقى لواء. شوف يا حضرة المأمور، احنا ما شفناش بعض. يعني انت لا شفتنا واحنا ما شفناكش. مبسوط؟ ربنا يخلي سعادتك لينا يا فندم. ربنا يكترنا من امثال حضرتك. سكر حضرتك ايه؟ ما باخدش سكر. حاضر يا فندم. ما باخدش سكر. حاضر حاضر. انا اسف يا فندم. حاضر. لا انا اسف يا فندم. لا لا لا. عمري ما نمت نوم بالشكل ده يا عطية. الحمد لله يا فندم. اشمعنى النوم من غير كوابيس ما بيجيش الا في التخشيبه وجامعه؟ هتبقى مصيبه لو كانت دي طريقه النوم من غير كوابيس يا عطية. هتبقى مصيبه فعلا. تمام يا فندم.